دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. الحقيقة أنه الشعب العربي وبرضه في العالم كله التهور بقى صفة أساسية منتشرة في العالم. يبدو أن التهور من زمان، بس وثق التهور بسبب طبعا وجود وسائل التواصل الاجتماعي والكاميرات. كل الناس دلوقتي بقت معها كاميرات في المحمول، فنلاقي تهور على شكل زي ما بيقولوا استعراض. الاستعراض بقى سمة أساسية يدفع ثمنها المستعرض أحيانا حياته، وأحيانا يدفع هذا المستعرض بأنه يعرض نفسه لخطر داهم جدا قد يصل به إلى الإعاقة. مثلا واحد عايز يتمنظر قدام صحابه فبيقفز قفزة بقى، يعني اللي هي دبل سمالسولت مش عارف ايه، بيقلد مهاجم نادي الأهلي الجديد، يروح عامل حركة كده ينزل على رقبته، يحاول ينط في حمام السباحة بطريقة يعني فيها استعراض، ينزل يكسر ظهره، يعمل حركة كده. أنا شفت واحد واقف قدام قطر وبعدين راح واخد على جنب كده جنب القطر، والقطر جاي معدي راح مطير دماغه، خبط دماغه موته طبعا خلاص. ده للأسف بيدفع ثمنه الشباب كتير. موتوسيكلات البتاع الجديدة اللي اسمها اللي بتجري على الأرض دي حتى رجالة كبيرة بس بتحاول اوعى تعملها، لان دي حاجه خطيره جدا. بينزل نازله اللي هي البتاعه اللي ما اعرفش اسمها ايه كده، بتمشي كده لوحدها بالكهرباء، اسمها ايه يا اخويا؟ زي السكوتر كده، ماشي سكوتر على قد علمنا، بس حاجه بتجري. ده بيدفع ثمنها كتير غالي جدا، وبينزل على ظهره يعني يدفع ثمن غالي. النهارده ضيفي العزيز سيتحدث معنا في المفاهيم الخاطئه، لكن كمان في التصرفات الخاطئه. والعمود الفقري ليس قوي زي ما تتصوروا، لا ده العمود الفقري ضعيف للغاية. ضيف العزيز واحد من أصحاب المقام الرفيع وقيمة علمية كبيرة، أستاذنا الأستاذ دكتور يسري الحميلي. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بك. النور ده ونورتنا، وكل سنة حضرتك طيب. صحة وسلامة. عايز أدخل الأول قبل ما نروح للجزء الأول عن حضرتك، طبعا مرجعية ونيوروسباين تيرشيري سنتر وإمرجن سنتر، يعني إمرجري هوسبيتال، مستشفى الطوارئ، فبيجي لكم ناس من النوعية دي طبعا. واللي بتقوله للأسف بنشوفه واقع، بنشوف اللي هو نط في حمام السباحة، أو نط مش في حمام سباحة، نط كمان في البحر وما خدش باله من العمق وبيستعرض، نزل على رقبته، اتكسرت رقبته، جاله شلل رباعي. يعني أنا عندي شخصيا ثلاث عمليات لثلاث شباب بالمنظر ده. يعني ده من الحاجات الاستعراضية اللي بنشوفها، بنشوف اللي هو بيحاول ان هو يزق عربية او يرفع عربية. خدوا بالكم على فكرة يا جماعة، الحاجات دي مش شرط انه لما يرفع العربية ظهره يطق ويجيله لا 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 لا، ده بيرفع العربية ويبقى كويس ويقعد كويس اسبوع واثنين وثلاثة، وفجأة يحصل فيلير او فشل في منظومة الغضاريف ويجيله انزلاق غضروفي رهيب جدا جدا. ده ساعات بيقعد سنة كويس، ده ساعات لما نتراهن على حاجة. خدوا بالكوا بلاش تهور. الشباب اللي بيقعدوا يتراهنوا على حاجة يشيلها، على حاجة يزقها، على حاجة يكسرها، وهو قدراته أقل من هذا بكثير، بيضر نفسه ضرر رهيب جدا. مش كل حاجة بنشوفها في الميديا أو في الأفلام هتتقلد، لأن ده حاجات معمولة بشكل معين ومتصورة بشكل معين. و كلنا ما بننساش ابدا المثل اللي هو الطفل اللي بيحاول يلبس سوبرمان وينط من البلكونه، ودي يمكن في اطفال كتير ماتوا من السيناريو ده. يعني في اتعملت فيلم، يعني اتعملت الحته دي في فيلم انه طفل كان مصدق ان هو سوبرمان ويقدر يطير، ده حصلت واقعا. وفي اطفال فعلا وقعوا فقدوا حياتهم. هروح للجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الأول سؤال مهم جدا. الأوعية أو الإصابات الخاصة بالأوعية الدموية الدماغية ممكن جدا تحدث نتيجة تمدد شرياني بسبب ضغط الدم، أو عيوب خلقية في هذه الأوردة والشرايين. طبعا أبيض طبعا. موضوع مهم قوي ده. طبعا مهم جدا، لأنه مهم في أنه ممكن يبقى فيه وقاية منه.
ازاي؟ بعض الاسر عندهم عيوب خلقيه في المخ بتحصل لبعض افراد الاسره، مهم جدا ان باقي افراد الاسره دول يعملوا فحص او سكريننج بالاشعه، يعني زي فحص بالاشعه بالصبغه على شرايين المخ، وده مهم جدا، لان لما اكتشف تمدد شرياني وهو حجمه 3 ملي غير لما يبقى عندي تمدد شرياني جاييني في نزيف ومنفجر، فرق كبير جدا جدا جدا، لان انا هقدر لو اكتشفته بدري اعمل له علاج بالقسطره، والنهارده القسطره بقت زي قسطره القلب بالظبط، وموجوده في مصر وعندنا في نيوروسباين، بندخل بقسطره زي قسطره القلب ممكن بمخدر موضعي مش محتاج مخدر كلي، بوصل لشرايين المخ ومن خلال القسطره اقدر اعالج تمدد شرياني، اقفل عيب خلقي، او اقضي على وحمه دمويه كانت هتودي بحياه هذا المريض في خلال ما بناخدش وقت. ده كويل داخل جوه تمدد شرياني، الكويل ده بيدخل يلف جوه زي السوسته ويستقر، وتيجي تتكون عليه جلطه اتقفل التمدد الشرياني، ما بقيناش محتاجين عمليه. ده عيب خلقي في المخ مبين، حاجه اسمها وحمه دمويه، الوحمه الدمويه دي تبقى واصله ما بين شريان ووريد بدون شعيرات دمويه. بندخل برضه بالكويل عن طريق القسطره، ومن خلال القسطره بحط ماده تقفل هذه الوصله وتمنع مرور الدم فيها، وبالتالي وقيت المريض بتاعي عمليه، لا فتحت المخ ولا دخلته رعايه مركزه ولا دخلته في دايلما، انا حطيت كويل جوه القصه دي قفلها قفله تامه وخلاص، وانتهى الموضوع في اقل من ساعه، والمريض بتاعي بقى في امان تام. يبقى وسائل التشخيص وقفتني عند المشكله بدري، حلتها بابسط الطرق. الجراحه الملاحيه هي دلوقتي واحده من اهم طرق التدخل الجراحي في مشاكل المخ والاعصاب والعمود الفقري، ولها فوائد لا تعد ولا تحصى. طبعا ابيض ابيض طبعا. لان الجراحه الملاحيه النهارده بقت هي النافيجيتور اللي انا بستخدمه في اوضه العمليات، الملاح الملاح. مفيش سفينه بتمشي جوا بحر ولا طياره بتطير في الهواء من غير ملاح. ده النهارده التاكسيات في الدول المتقدمه، وما بزهقش ان اقول المثل ده، لما بتركب تاكسي في اي دوله متقدمه التاكسي ده فيه نافيجيتور او الجي بي اس، ده مرتبط بالقمر الصناعي، والقمر الصناعي بيديله معلومات عن المرور، يشوف الشوارع الزحمه فين وما يمشيش فيها، يشوف الشوارع الفاضيه فين، ويقول لك هتوصل الطريق بتاعك ده في مسافه قد ايه وفي وقت قد ايه. ده استخدام الجراحه الملاحيه في غرفة العمليات، زي ما احنا شايفين بدمج صورة الأشعة مع الصورة الواقعية للآلة اللي داخل عندي، وبالتالي أنا داخل أستأصل غضروف بالمنظار، هدخل من ثقب صغير جدا جدا هشيل غضروف كبير، المريض أول ما هيعمل العملية ويفوق هيقف على رجله، هيتحرك، هيوطي، هيعمل كل حاجة، هيرجع للشغل بتاعه في غضون أيام قليلة جدا، والأهم من كده فرصة إن الغضروف ده يرجع تكاد تكون منعدمة بالمقارنة بالجراحة العادية اللي نسبة الارتجاع فيها عالية جدا جدا. شلت المنظار، حطيت بلاستر صغير كأنه عندي تعويرة وأنا بحلق دقني. في أبسط من كده؟ الليزر دلوقتي له استخدامات كتيرة، لكن ساعات يظلم في جراحات العمود الفقري. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض. طب يعني إيه يظلم؟ إن في ناس كتير جدا بتطلق بشكل غير صحي أو صحيح على عمليات ان دي عمليات بالليزر، وبتظلم الليزر وهو ما بتستخدمش الليزر، او بتحط الليزر في اماكن هو مش مفروض يعمل العمليه دي. الليزر دي وسيله، تولز من الحاجات اللي انا بستخدمها. مفيش حد فينا بيقعد يكتب او يصمم خريطه من غير ما يبقى معاه قلم رصاص واستيكا ده وسيله زي القلم الرصاص والاستيكا، انا بستخدمه زي المشرط. هستخدمه ازاي وفين وليه؟ ده عايز موهبه. في واحد بيرسم بالقلم ده لوحة رائعة تتباع بمليارات، وفي واحد بيقعد يعمل شخبطة. النهاردة أنا بستخدم الليزر عشان أدخل على غضروف زي كده، ضغط على الحبل الشوكي، هقطع الجزء اللي ضغط على الحبل الشوكي بدقة متناهية، وهخرج من فتحة صغيرة جدا. يبقى أنا المريض بتاعي ده حولته بعملية لا يعني تعتبر زي إبرة إلى شخص طبيعي تمام. السؤال الأول أو الفيلم الأول، العار، يعني قمة كلاسيكيات السينما المصرية. العار اللي بنشوفه عندنا في مجتمعنا مش موجود برة، وهو العلاج بالعصاية والعلاج
بوسائل بدائية زي كوي الحجامة، وحطه في علاج نزيف في المخ، وحطه في علاج. ده كلام من الأزهر الشريف، ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت موجودة في عصر النبي. الحجامة يعني كانت موجودة قبل النبي ما يتولد حتى عليه الصلاة والسلام، وتواجدت في عصره. طالما شيء موجود قبله فهي ليست سنة طبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تمسكا بالعلم وتمسكا وأخذا بالأسباب. ولما حد من الصحابة كان بيشتغل في النخلة بتاعته بيعمل فيها حاجة كده، فبيقول لا أعمل دي ولا أعمل دي، قال له أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى الدين ما ينفعش أخده وأعمل له أسقاط على كل حاجة إلا إذا كانت الحاجة دي خضعت للبحث العلمي والتجربة العلمية وثبت تماما أنها مفيدة. هنذهب إلى الجزء الثاني، الجزء المهم جدا في عالم الحوار الخاص بالمخ والأعصاب، وهو أكثر جزء له علاقة بالكثير من التجاوزات في هذا العالم، المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ من يقوم بإجراء الحقن الموضعي تحت الأشعة المقطعية والتردد الحراري لكل حالات المخ والأعصاب، ده بيكون متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم طبعا. متهم. المكان المؤهل للعلاج وإجراء الجراحات لابد أن يحتوي على جميع الوسائل الممكنة لعلاج وحل مشاكل العمود الفقري، من أول الإبرة لحد زي ما بيقولوا الصاروخ، والصاروخ عندنا هو المنظار والجراحة الملاحية. يبقى أنا لما بعمل حاجة في مكان، المكان ده ما بقصرش الوسيلة بتاعتي على ده واقنع المريض بيه. زي أنت بالظبط كده رايح تشتري بضاعة من واحد عنده سوبر ماركت أو هايبر ماركت، هتلاقي كل حاجة على الأرفف، ولا هتقارن ده بكشك بيقول لك خد دي أصل دي أحسن حاجة. لا يمكن تبقى أحسن حاجة. أحسن حاجة هي أن يبقى عندي كل حاجة وفصل كل حاجة على مقاس كل مرض، وبالتالي المراكز والمستشفيات المتطورة لا توازى بواحد فتح شقة وكاتب عليها مركز وبيضحك عليك ويقول لك أنا بعمل. عمر ده ما هيكون بيعمل. اللي بيعمل يبقى بيعمل بحق وبصدق وبأمانة، ويبقى عنده ما يستند إليه من علم وتكنولوجيا. من يقوم بتجاهل الإجراء الخاص بالأشعة، يتجاهله للمريض المحتاج قبل تحديد العلاج، ده بيكون متهم أم جاني أم جاني أم جاني أم جاني؟ أكيد جاني. جاني لحد بكرة. جاني لحد يوم القيامة. ما رضيش يقول عليه حاجة خالص غير لا جاني. طبعاً جاني طبعاً، لأن ما ينفعش. إحنا يعني الوسائل دي عملها ناس وتعبوا فيها قوي، والناس دول كانوا عبقرة في استحداثها، وبالتالي لابد أن أفيد كل مريض بها، ما حرموش أبداً منها اعتماداً على كسل أو اعتماداً على أن أنا بريح الزبون زي ما بيقولوا. أنا كده ما بريحش الزبون، أنا كده بأذي الزبون. ده أنا عامل زي اللي بيعالج حاجة مستترة وبدعي الشطارة والعلم، والشطارة والعلم بيقولوا استخدم دي واعمل دي واعمل دي. الحقيقة أن احنا لو طبقنا هذا الشمع الأحمر على أو استخدمناه كتير من في كتير من الحالات، الشمع الأحمر هيخلص عندنا في مصر طبعا. هيخلص طبعا. هنضطر نستورد، هنقفل أماكن كتير جدا. هنشمع ناس كتير جدا، هنقفل بق ناس كتير جدا بتقول كلام مش صح، بتنصب باسم الطب. هنصحح مفاهيم خاطئة. احنا محتاجين شمع أحمر كتير جدا. وفي الآخر خالص احنا الأطباء بيلاموا على حاجات هم ما بيعملوهاش بسبب أخطاء ناس تانية. طيب، من ترى أنه يقال أن المهمة الآن أصبحت مستحيل؟ إيه هي المهمة المستحيل؟ هو أولا عشان نبقى واضحين، مفيش في العلم مستحيل، زي مفيش في الدين عند ربنا مستحيل. المستحيل هو أن أنا أبقى ماسك أو بشتغل بأسلوب متخلف وأدعي أن أنا هحصل على نتائج حلوة. المستحيل هو أن أنا أبقى بشتغل بطريقة تقليدية قديمة عافى عليها الزمن وأدعي أن أنا بحصل على أحسن النتائج. عمر ده ما هيحصل. عايز أبقى كويس، يبقى أنا بلبس كويس، بمسك مشرط كويس، بستخدم وسائل جيدة
الجراح الشاطر جراح نزيه، عارف ما بيستخسرش في عياله حاجه، لا بيستخسر مجهود ولا علم ولا تكنولوجي ولا ان هو ولا مستلزمات يعمل احسن حاجة. ولا مستلزمات ولا مستلزمات. المستلزمات دي مهمه قوي طبعا أوي. طبعا ده اسمه اليقين. اذا ما هو الوهم وما هو الشك؟ واليقين وهم شك ام يقين؟ يعتقد البعض بل يثير هذا المعتقد بعض الناس في بعض الأماكن في مصر بأنه ما تروحش تعمل جراحة مخ وأعصاب، ده مشاكلها أكتر من اللي هتجني من ثمارها إذا كان ليها ثمار بقى في رأيهم. الكلام ده طبعا وهم، طبعا وهم، بس في كتير عقول يعني تلاقي واحد رايح يعمل أتلم عمته وخالته وابن خاله وأوعت والنبي عشان خاطرنا وبتاع كده كويس، وهو مش قادر يمشي وبيعيش في الوهم. كثير من المرضى بيبقى عنده ألم وعايش وقايم ونايم بالألم، والألم المبرح والألم الشديد، وبيصل إلى مرحلة أنه يحصل له شلل أو سقوط في القدم أو فقد في الإحساس أو إيده تترعش، وبيمسك الكوباية وهو مش راضي يعمل عملية وبيقاوح، وهو لا يعلم حقيقة زي الشمس أن أنت هتيجي في يوم وهتعمل العملية، هتعمل العملية. يبقى أنت بتوفر على نفسك أنك تعملها بدري، خصوصا ان احنا بدري هنعمل وسائل محدودة التدخل. ده طريقة لتثبيت الفقرات، وبنحط دعامة بطريقة محدودة التدخل من خرم صغير، من فتحة صغيرة جدا ما بيبقاش فيها غرز في الاخر، بتقفل تجميل، بتتقفل بالليزر، بدخل اعمل تثبيت للفقرة زي ما احنا شايفين، من غير ما اشيل عظم من الفقرة، من غير ما اغير في التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. والمريض ده اهم من كده بقى انه يفوق من العمليه دي، يقف على رجله، يمشي، يوطي، يقعد، يعمل كل حاجه. ده ايه؟ ده علم، ده حقيقه. يبقى انا هعمله امتى؟ لما المريض يجيني بدري، لكن مش لما يتاخر. السؤال القادم من اهم الاسئله الحقيقه في حلقتنا النهارده، وانا هقوله لحضرتك بطريقه مقنعه رغم يعني بعض الناس بيفكروا في انه طالما في تقدم تكنولوجي كده فده ممكن نستغله في اننا يعني، وخصوصا لو معايا شوية فلوس أجيب الأجهزة التكنولوجية وأجيب التقدم التكنولوجي، مش لازم خبرة ولا تدريب، الأمور تمشي، الأجهزة دي بتتكلم بتقول بابا وماما وبتعمل كل حاجة. طبعا أنا كلامي مقنع بس هو وهم. طبعا ده وهم الوهم. ده وهم الوهم. ده في حاجة عندنا اسمها الليرنينج كير أو منحنى التعليم. لما بنقيس في يعني احنا المتدربي المتدربين، احنا بندرب الاجيال او الكوادر اللي هي تبقى بعد شويه بتدرب ناس تانية، لان احنا اساتذه الجامعات احنا الناس اللي بيتعمل الكلام ده، ده شغلتنا. النهارده لما بندرب ناس ونعلمهم احنا عندنا بنقيس مهاره الجراح ده لما بنديله تاسك يعمله النهارده ونيجي بعد واجب خبره سنتين ندهوله تاني، تفرق كتير جدا. يبقى الجراح اللي بيشتغل 10 عمليات في السنة غير الجراح اللي بيعمل 4 أو 5 عمليات في اليوم. ده راجل خبرته عليت قوي لأنه بيشتغل، من جد وجد. هو ما كانش، أنا آسف، ما كانش ما بيعرفش وتعلم من الشغل، لا 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 خالص، هو راجل شاطر موهوب بيتعلم، كواليفايد يعني حاصل على إجازات علمية جيدة ومحترمة جداً، وأثقل هذا بالخبرة والمجهود والشغل والعمل والتجربة هي خير دليل. وفي مجتمعنا ده أحسن مريض بيجينا هو المريض اللي شاف قريبه أو عمه أو خاله عمل عملية عندنا وجاي عارف هو بيتعامل مع مين. الفزورة الأولى، جراحة أول من تحدث فيها في الإعلام العربي كنت حضرتك، انت كده عرفت خلاص. خلاص ده شغل، دي حد من دي اعز ابنائي يعني. انا دخلت مجال الجراحه، هي الجراحه الملاحيه طبعا، ايوه صح فعلا، دخلت مجال الجراحه الملاحيه بدري قوي، وكانت 2008 2006 على ايام ما دخلت وخدت التخصص ده. لا احنا اول مره اتكلمنا فيها في الاعلام كان 2006 بالظبط، من 11 سنه. انا لما خدت التخصص ده واخترته للدكتوراه بتاعتي في التسعينات كان كل الناس بتقول لي بتعمل ايه انت، هتاخد وهم ايه ده فين على ما يبقى علم، ويا يبقى يا ما يبقاش. الحقيقه اثبتت الجراحه الملاحيه انها لغه العصر في مجال جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، وعملت الكثير والكثير،
وانا بشكر اساتذتي اللي ساعدوني في ده واللي خلوني اختار ده، وبوجه ليهم خالص الشكر والتحيه، اللي توفى منهم واللي موجود ربنا يديله الصحه، المصري فيهم والاجنبي، وكل من ساعد في ان انا اخذ هذا التخصص فله الفضل، والفضل لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. الذي يستطيع ان يوصلك الى ادق الاماكن في المخ وجعل جراحات المخ جراحات لطيفه بعد ان كانت في الافلام جراحات خطيره للغايه، شيء بيوصلك ويدخلك في الزناديق في الزنازيق في الزنابيق. هو طبعا الجراحه الملاحيه والمنظار. المنظار المنظار ومنظار العمود الفقري. طبعا المنظار ده بندخل نلف 360 درجه، نجيب الورم من كل ابعاده وزواياه وجوانبه. المنظار النهارده لما بدخل منه من الانف عشان اشيل ورم من الغده النخاميه، كنا بنفتح فتحه في المخ والمريض يقعد في الرعايه المركزه. عندي مرضى كتير جدا بيسمعوني دلوقتي ويصدقوا على كلامي، عمل العمليه تاني يوم تالت يوم كان في بيته وما دخلش الرعايه المركزه ولا يعرفها، بيتكلم بيهزر بيضحك. وعندي سيدات فاضلات عملت لهم العمليه وما كانش في حمل واصبح عندهم اولاد دلوقتي. فالجراحه بالمناظير للمخ طبعا من الطفرات العلميه فائقه الحدود. الحقيقه فائقه الحدود، هو سعادتنا بوجودك معنا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكانت رحله رائعه في الفوازير وفي الافلام. شكرا ودايما بشكر فيك الافكار الخلاقه والماده العلميه اللطيفه اللي بتقدمها للناس في صوره مبسطه، ده بيخلي الناس على فكره تفهم كتير وتستوعب الكثير والكثير. بشكرك لها على هذا الإبداع. بشكرك شكرا جزيلا، وفضل وجود سيادتك معنا بيساهم في ذلك مساهمة الكبرى. ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور يسر الحميلي، واحد من عمالقة جراحات المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلوة. خليكم دايما في الناس الحلوة. من الواضح احنا لازم نفهم الناس انه بقت دلوقتي انتشار او فرصه اصابه الشباب صغار السن بمشاكل خاصه بالشرايين التاجيه فرص متزايده، لانه الشرايين التاجيه الحقيقه في الوطن العربي ليها طبيعه خاصه جدا. العرب الشرايين التاجيه بتاعتهم مش زي بقيه العالم، اقل اتساعا، اضيق نسبيا، أكثر عرضة للانغلاق نسبياً عن العالم. عوامل انغلاق الشرايين التاجية في مصر كثيرة جداً جداً، وبعضها إحنا للأسف ما بناخدش بالنا منه.